الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. بيكون ناوي. وشروط صحة النية ثلاثة: الإسلام. إيه نعم، إنسان مو على ديننا تيمم، ما صح تيممه. صام شهر رمضان، قال صمت شهر رمضان، قالوا عملت رجيم معناتها صغروا أسنانك. إيه نعم، إله شيء ثواب ماله. إيه نعم، ليش؟ لأنه مطالب بأصل العقيدة، مطالب أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ساعتها إذا صام الله سبحانه وتعالى بيقبل منه، إذا صلى الله سبحانه وتعالى بيقبل منه. هنا بس هلا إذا فات على الجامعة واحد مو على ديننا، بيحق لنا نطالعه؟ ما بيحق لنا نطالعه، اتركه. هنا هلا على التواصل الاجتماعي في كثير نعم من غير ديننا بيجوا بيحضروا عندي بيسمعوا لي، وفي كمان من الطوائف الثانية بتسمع لي. هنا ليش؟ لأنه ديننا ما في تعصب، ديننا في التزام، نحن ما منكفر حدا. أهم شيء بالنسبة للملل الثانية لا نكفر أحدا صلى إلى القبلة. فالإسلام والتمييز، إنسان عم يعرف شو عم يساوي. أما إذا ما بيعرف شو عم يساوي فما صح إيش عبادته، ما صحيت. هذا واحد عم يستني على الشدة والدخان، هذا له علاقة بالتيمم. إذا بده يلعب شدة بيتيمم يمكن. إي نعم، إذا بده يشعل سيكارة بده يتيمم. الشدة هي أساس كل لعبة بتعتمد على الحظ، ما بتجوز. ما في غير اللعبة الوحيدة اللي بصح اللي هي الشطرنج. أجاز الإمام أبو يوسف تلميذ السين للإمام الأعظم أبي حنيفة، وأجاز لأهل الثغور. ليش؟ لأنه هي ساحة حرب، شلون بدك تقدم، شلون بدك ترجع، كيف بدك تساوي. اي نعم، وأعجب إنسان لقيته بيلعب شطرنج هو الشيخ حسان الهندي. لكن احنا شايفين الرقعة قدام منا ومع ذلك اي نعم نخسر كثير من اللعب مع الناس. هو ضرير، فهو الرقعة تبعه لها مواصفات غير الرقعة تبعنا، مسقوبة محل كل حجر، وقالوا إيه نعم حديدة نازلة بقلب الثقب، فبيتلمس هو الأحجار وبيعرف شو يحرك. إيه نعم، وكان ما نحسن أن نغلبه بالشطرنج. سبحان الله، سبحانه وتعالى إيش كاشف عن بصيرته. فالدخان لأنه لعبة بتعتمد على الحظ، فلذلك إيه نعم ما بيجوز اللعب فيها. طاولة الزهر هي الأساس اللي نزل فيها التحريم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم: من لعب بالنرد، اللي هي طاولة الزهر، من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. يقول الإمام النووي قال: أي حال أكله منهما، كأنه أكل لحم خنزير أو شرب من دم الخنزير. يعني بيلعب طاولة الزهر والشدة والبرسيس والمنقلي، كل ياتها بتعتمد على الحظ، ما بيجوز اللعب فيها. والدخان حكمه حرام لأنه سبب ضرره فسبب تحريمه. هنا التمييز والعلم بما ينويه، عم يعرف شو عم ينويه، إنه هذا التيمم للصلاة. هنا قد يصار الوقت شيخ ساريا. ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة بها ثلاثة أشياء: إما نية الطهارة، نويت التيمم للطهارة، أو استباحة الصلاة مثل ما قلنا نويت التيمم للصلاة. نعم، أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط. إذا قال نويت التيمم وتيمم ما بيحق له يصلي بها التيمم. نعم، أو نواه لقراءة القرآن، نويت التيمم لقراءة القرآن. جيد، هلا بإمكانك تلمس المصحف تقرأ القرآن، أما تصلي بها التيمم لا. هنا ولم يكن جنبا، الجنب اذا نوى التيمم لقراءه القران بحق له ايش؟ انه يصلي. ليش؟ لانه الجنابه شملت الوضوء اكثر. فلذلك اذا انسان جنب ونوى انه التيمم اي نعم لقراءه القران بحق له يصلي. العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء، بعيد نصف ساعه عن المي ولو في المصر،
شو اللي ذكرنا مصر؟ هي كل بلد فيها مفتي، فيها رعاية طبية، فيها أمير يقيم الحدود. فأمير يقيم الحدود في عنا مغافر شرطة ورعاية طبية، عنا مستوصفات كثيرة، وبدنا مفتي عنا بالصالحية. نعم لحالها فيها شيء 1000 مفتي، وعنكن هون بالميدان في شيء نعم 2000 مفتي، وكل الناس تفتي، كله بيفتي. مرة كنت عن سيدنا الشيخ عبد العزيز أبو زيد، نعم كنت في مكتبه، مفتي محافظة درعا رحمه الله تعالى، توفي يمكن من شيء 15 سنة إذا مو أكثر، أنا ما بحفظ تواريخ. لكن الشيخ كان منزل على الشام يدموه بالمدارس الشرعية، شو يقولوا عنه؟ بقية السلف الصالح بالعلوم الشرعية، نعم لا يجارى ولا يبارى. فكان فوت لعنده أنا على دار الأوقاف، فأشلح الحذاء برا، فوت حافي على مكتبه، فكان يصيح هو البيس كلا أنا إيه، نحن عنا المشايخ لأنه إلها قدسية في قلوبنا إيه، فأحيانا يجيبوا لي حذائي لعند الطاولة يلبسونيها. لك أخي تركونا، لازم يعني مفتي هذا، وبعدين عالم كبير، مو أي مفتي، عالم إيه. فأقعد عنده شوي، بكون مثلا جاي من الشام لدرعا بس مشان أطلب دعائه، اللي خير جاي شو بدك؟ قال له سيدي والله جاي بس مشان تدعي لي، بس يدعي لي والله. تعا تغدى عنا يا ولدي، قال له سيدي بلحي بتغدى بالبيت، قاطع بالبول ما بدي ارجع. فكون قاعد ايام عنده، كنوا قاعدين ناس يشعلوا دخان، شلون عم شعل سيكاره عند الشيخ؟ بعدين واحد جاي يساله سؤال للمفتي، واحد يسال، يكون واحد قاعد بده يسال، يروح يجاوبه للي سال، يجاوبوا بعضهم البعض. لك قاعدين عند المفتي، ليش جاي تستفتوا اذا كانوا مفكرين حالكم مشايخ؟ فبتلاقي هلا اي نعم سبحان الله، الناس تلاقي دغري اي نعم سريعه بالفتوى، واجراؤكم على الفتوى اجراؤكم على النار. ما في لعبه اي نعم انسان انه يفتي اي نعم، وليس من الورع ان تفتي بعلم البارحه. يعني تعلمت مساله لا تروح تفتي فيها دغري، اول شيء مخمخها براسك. هلا التيمم لسه ما زبط معك، زبطه منيح، بدل ما زبطته بتجي على البيت، تعلمه لزوجتك، تعلمه لاهلك، تعلمه لاولادك، مزبوط. اما لسه ما زبط معك. نعم. وحصول مرض، انسان مريض. اي نعم، حاطين له كمامه وحاطين له سيرون وحاطين له. فهذا ما بيحسن يتوضا. هذا بيتيمم. وبرضه يخافوا منه التلف. عم نقرأ برا قال في بعض بلاد درجة الحرارة فيها 30 تحت الصفر و40 تحت الصفر. اي نعم. نحن الحرارة عنا ماشي حالة، بتلاقي لابسين كنزتين وقلابية وعباية. مروا على البلاد تبع تحت الصفر. اي نعم لحتى نجمد. قال عندهم هنيك بيعمل هيك بيطقطقوا اي نعم لزميتها بمناخيره. معناتها ما بيتنفس هذا. إيه فإذا كان البرد إيه عم بيساوي تلف للإنسان لا يتوضا، يتيمم. أو المرض بخاف من التيمم إنه يتلف إذا كان مريض، إذا بده إيش يتوضا. وخوف عدو، في برا برات بيته في عدو إيه نعم، معه سلاح أو في ضبع أو في سبع، لا معناتها تيمم. هنا وخوف عدو. وعطش، عنا مي بس اذا توضينا ما بيتم في مي نشرب، لا تيمم ومع وجود الماء اللي عندك مشان بدك تشرب. واحتياج لعجن لا لطبخ مرق. قال جاي على بالي يساوي شوربه، هلا جاء على بالك الشوربه وما في مي؟ هنا نحن تلاقي عندي بالبيت انا ما نصرف مي، ما بنصرف مي، ما بطلع لي فواتير مي بنوب يعني 300-400 رسوم وشوي تاني. هلا اذا سمعوا تبع المي بيروحوا بيشوفوا لي العداد ليش ما بيصرفوا مي. هنا ف يوم اللي انقطعت المي سيارتي قمت الكرسي الوراني حطيت فيها خزان وخمس بيدونات وعبي مي من بساتين الصالحيه واطلع فيهم على البيت. لك كل يوم بدي خزان وخمس بيدونات.
كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وين عم يروح بالمي؟ قبل ما تنقطع المي ما كنا نصرف. سبحان الله ما ادري شو بيصير له بني ادم. كاي ايش؟ بخاف من قطيعة المي، بصير بده يتحمم كل يوم، بصير بده يطبخ كل يوم. اي نعم. اذا لا لطبخ مرق ولفقد آلة. عن نبير بس ما في حبلة، عن نبير مضخة بس مقطوع الكهرباء، تتيمم مع انه الماء موجود بقلب البير، ما فيك تنزل على البير تجيب مي. وخوف فوت صلاة جنازة او عيد. صلاة الجنازة اذا كان اي نعم بالنسبة لنا عم نصلي صلاة الجنازة، فات واحد من برا قام شافهم انه اي نعم بالنسبة لهم بدأوا بصلاة الجنازة، اذا راح يتوضأ راحت عليه صلاة الجنازة، بيتيمم بيتيمم وبالحال الامام، لانه الصلاة ما لها خلف. بمجرد ما خلصنا وخلص صلاة الجنازة وحملوا الميت ما بقى يلحق، فبصلاة الجنازة بيتمم، صلاة العيد بيتيمم. كمان فت على الجامع لقيتهم اي نعم بدأوا ايش بالصلاة، صلاة العيد مالي متوضي، فبتيمم وبالحال الامام بصلاة العيد. ولو بناء، شو البناء؟ عنا بناء. اي نعم البناء هو الامام الشافعي ما قال بالبناء بس ابو حنيفة. شو البناء؟ انسان عم يصلي قام سبق الحدث ركع اختيار، ما عاد في عنده جلود، ما عاد في عنده شيء، ركع بسرعة، ضغطت بطنه لما ركع اخرج ريح مو بإرادته غصبا عنه طلع. هلا الختائر اذا عطس بيخرج ريح، اي نعم اذا سعل بجوز اي نعم ينزل بول منه. اذا واحد هيك تلاقي طالع مصارع طالع من الجامع طرقه بكتفه بجوز البول والريح يطلعوا منه. يعني الختائر ما بيتم في معهم مساكات، بينما الشباب سبحان الله بتلاقي ايش يعني بيتوضا لصلاه الظهر بيصلي العشاء فيه، هداك كل شوي بده يطلع لبرا. وخاصه اي نعم سبحان الله اذا معه سكر او معه شيء او كذا، فبتلاقي صلاته كلها فشكلي فشكلي عايف حاله. فالبناء بانه اي نعم ركع قام اخرج ريح مو بارادته غصبا عنه بدون ما يحس، حس انه خرج ريح بس هو ما اخرج ريح، الريح خرج منه، ما هو اللي دفع الريح لبرا. شو بيساوي هذا؟ بينسحب بدون ما يحكي مع حدا ولا كلمه، بيروح على الموضى بيتوضى وبيرجع بيكمل بصلي ركعتين، بيبني عليهم ركعتين تانية اذا كان بالصلاه الرباعيه، صلى ركعتين بيجي بيبني ركعتين على الثانيات وصلاته صحيحه. في لها شروط، انه ايش ما يحكي هو رايح او راجع، شاف رفيقه بالجامعه لقى اهلين ابو قاسم راحت ركعتين صليتهم، اي نعم خليني اشوفك بعد الصلاه راحوا الركعتين صليتهم. ومجاوزته ماء قريبا لغيره، في بحره وفي هنيك موضى بده يتوضا من البحره، ليش؟ لانه البحره فيها مي. اما اذا بده يروح لهنيك على الموضى فسدت الركعتين اللي صلاهم فسدوا. طيب هو رايح قرا قران قال بالركعه مشان اقرا قران فيها، ما بيمشي الحال فسدت الصلاه. فالبناء ولو بناء، اي نعم. فسبحان الله صار معه اشكال وبنى عليها ما في مشكله. وليس من العذر خوف فوت الجمعه، اي نعم. والوقت صلاة الجمعة فا من النوم راحت عليه أو فات على الجامع لقى الإمام قاعد بالقعود الأخير، اتيمم والحال الإمام لا، لأنه في له خلف بصلي الظهر عوضة، اي نعم. والوقت راح يروح عليه صلاة الظهر، إذا بدي يتوضأ ما عاد لحق صلاة الظهر، اتيمم وصلي الظهر ما في تيمم، ما في، اي نعم. تتوضأ أذن العصر بصلي الظهر قضى والعصر حاضر. ثم قال الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض. إيه شو هو البلاط؟ إيه ولو وشو أملس مو مبين الحجار تبعاته خلص. اي نعم.
لكن استخدام المواد الكيماوية هلا بيجدوه مواد كيماوية بصير عليه طبقة ما بيصح. زعل عليه ما تروح الطبقة بصير بيصح انه يتيمم. هلا النسوان لما بيحطوا على ايديهم مناكير هي طبقة عازلة ما بيصح الوضوء ولا غسل الجنابة لحتى يشيلوهم. والمناكير جمع منكر، منكر ومنكر ومنكر بصيروا مناكير. اي نعم. هي شو ندرة الصيام شهر إن فعلت كذا ففعلت، هل واجب صيام شهر كامل بشكل متتالي؟ لا، بإمكانه الإنسان يصوم خميس واثنين، بإمكانه يصوم الشهر كامل ما في مشكلة. هلأ النذر معفو فيه بالنذر نعم الزمان والمكان والدرهم والفقير. النذر بده يكون فيه من جنسه واجب، معفو فيه الزمان. نذرت أن يصوم شهر رجب، صمت عواضه شهر رمضان، صمت عن شهر شعبان ما في مشكلة صح. والمكان نذرت أن يصوم ركعتين بالكعبة، تعصى اليوم جامع الشيخ عبد الغني الغنيمي ما في مشكلة، المهم عليك صلاة ركعتين. والدرهم نويت وإيش أنه أصدق بهالألف ليرة إن عم رقمها 643204 إيه حافظ الرقم أنا هذا. فسبحان الله هذا رحت أمتى الألف ليرة صدقت بألف ليرة مئات بصح. والفقير التهدي هاي الألف ليرة لمحمد علي، لقيت إيه نعم خالد تحسين رحت أعطيته إياها ما في مشكلة، معفو في ايش في النذر عن الزمان والمكان والدرهم والفقير. فهون عليه صيام شهر كامل إيه عم بيصوم 30 يوم، الا اذا صام من اول الشهر ان طلع الشهر العربي 29 يوم بيصوم 29. وفي هذا القدر الكفايه الحمد لله رب العالمين. سؤال عمي اسمعني ايه هذا بالنسبة له إن عم يصلي بلا طهارة ولا إعادة عليه وفاقد ما يزيل به النجاسة، هي المكان اللي مو متوضي نجاسة حكمية ليست حقيقية، وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. عند الإمام الشافعي نعم، عند أبو حنيفة فيك تمسك التيمم 10 سنين تيمم 10 سنين.